تحتفل وزارة الداخلية بمرور نصف قرن من عطاء الشرطة النسائية البحرينية التي أثبتت جدارتها وتميزها في كافة ميادين العمل الشرطي رغم ما يتطلبه المجال من مسؤوليات وانضباط وفاعلية. تحتفل الشرطة النسائية البحرينية هذا العام بمناسبة مرور 50 عاماً من العطاء، تمكنت خلالها الشرطية البحرينية من إثبات حضورها على كافة المستويات وفي مختلف مجالات العمل الشرطي. كان عمل الشرطة النسائية عند إنشائها في سنة 1970 هو التحقيق في القضايا التي تتورط فيها النساء والأحداث. البداية طبعاً كانت بسيطة من حيث العدد والمهام حتى أسلوب التدريب، فكان التدريب بسيط يقتصر على بعض العلوم الشرطية وشيء بسيط من التدريب الميداني. اليوم ومع النهضة العمرانية والثقافية في المملكة نهضت الشرطة النسائية بمهامها وأثبتت وجودها وأهميتها على جميع الأصعدة، فإنجازاتها تشهد لها بذلك. فتم تأسيس شرطة نسائية في دولة الكويت الشقيقة، وتم انتداب فريق متكامل من الشرطة النسائية بمملكة البحرين في عام 2008 إلى عام 2012، وتم الإسناد إلى فريق آخر لتأسيس نواة من العسكريات الإناث في الحرس الملكي التابع لقوة الدفاع البحرين، وأصبحت الشرطة النسائية عضو في المجلس الأعلى للمرأة، وتم تدشين قاعدة البيانات الوطنية للعنف الأسري وتفعيل لجنة تكافؤ الفرص، وعضو في اللجنة الوطنية للطفولة عن طريق مشاركتها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وضع الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وكذلك مناقشة تقرير حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف. حالياً مهام الشرطة النسائية تنوعت وتشعبت وزادت، فاليوم هي طبيبة وقاضية ومدربة ميدان وممتحنة سياقة، وهي مهندسة وجزء لا يتجزأ من حفظ النظام، ورامية محترفة حصلت على العديد من الجوائز سواء كان على الصعيد المحلي أو الدولي أو العالمي. تقلدت الشرطة النسائية العديد من المناصب ووصلت إلى رتبة عميد، كذلك تقلدت مناصب المدير والمدير العام والمكيل المساعد، ووصولا إلى منصب مستشار معالي وزير الداخلية للشرطة النسائية. حصلت على مؤهلات علمية رفيعة، فبعد البكالوريوس نالت الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات. اليوم ومع الدعم الذي تحظى به والمساندة من قبل القيادة، نفتخر بأننا نمثل وزارة الداخلية في معظم اللجان المحلية والدولية سواء المتعلقة بحقوق المرأة أو الطفل أو المتعلقة بحقوق الإنسان. كنا مكتب في البدايات، والآن أصبحنا إدارة عامة تحت مظلتها 4 إدارات، دائما نطمح بأن نكون في الطليعة والمقدمة أمام الجميع. ويأتي تأسيس الشرطة النسائية من منطلق التعامل الخاص في قضايا النساء والأطفال، وذلك من خلال تقديم الرعاية والعناية المطلوبة لهم، حيث شاركت الشرطة النسائية بدورها الأمني في مراكز الشرطة، وتواجدت في شرطة خدمة المجتمع وفي الإدارات الخدمية، كما ساهمت في المنظومة المرورية من خلال تسيير الدوريات لمباشرة الحوادث وتنظيم الحركة المرورية. كما برزت الشرطة النسائية في مجالات البحث والتحري وإدارة الأزمات والجرائم الاقتصادية والإلكترونية ومكافحة الإرهاب وفنون الاتصال بالوسائل الإعلامية المختلفة، كما حققت نجاحاً باهراً على الصعيد الرياضي على المستويين المحلي والدولي. شهد العمل في الإدارة العامة للشرطة النسائية تطوراً ملحوظاً حتى يومنا هذا، من خلال الإنجازات المتواصلة التي تم تحقيقها على كافة المستويات والتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات في مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورها البارز في حفظ أمن وأمان المجتمع. من الأمور التي يجب الوقوف عندها هو التطور الملحوظ في التدريب الذي كان في السابق لا يتجاوز فترة 4 أشهر تتلقى فيه المتدربات خلالها تدريبهن العسكري إلى جانب المحاضرات المتخصصة في مجال العمل الشرطي. أما اليوم فقد أصبحت فترة التدريب 18 شهراً يركز فيها على الجانب الأكاديمي الذي بدوره يعزز ثقافة الشرطة النسائية ويرفع مستوى وعيهن بأساليب العمل الأمني، بالإضافة إلى التدريب الميداني حيث تم تنظيم العديد من الدورات المتخصصة للضباط والأفراد تخدم جميع الوحدات الميدانية في وزارة الداخلية. وختاماً فإن الشرطة النسائية أثبتت أنها قادرة على أن تتكيف مع تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فنراها متواجدة في كافة المجالات والإدارات، هي مواظبة منجزة مبدعة مؤثرة
وقادرة على تحمل كافة الصعاب والمعوقات دون تعب أو كلل. أثبتت الشرطة النسائية البحرينية بفضل حسها الوطني وشجاعتها وصدق أدائها وما ملكت من لياقة عالية وإمكانيات عديدة في تنفيذ القانون والنظام بدقة متناهية، وحققت تميزا في تنفيذ المهام المنوطة بها لحفظ الأمن والاستقرار وازدهار الوطن.